عباد هيا أرني قوتك أيها الفارس العبادي. غلبتني، ولكنها جولة واحدة تعقبها جولات. أبو القاسم، أبا بكر، موقفك هناك، سأعود إليك. اقترب، تعال تعال. ألا تلقي التحية على أم الربيع؟ ها؟ ما الحياء؟ لقد كنا معا عند النهر ذلك اليوم، صنع الريح من الماء زرد، أي درع لقتال لو جمد، حين أرتج عليك وجاءت به أم الربيع، فالحمد لله الذي حبس عنك الشعر وأطلقه على لسان أم الربيع، فكان فاتحة السعد واكتمال السرور. سقى الله أيام شلب كان لنا فيها صولات وجولات، أليس كذلك يا ابن عمار؟ عباد، ألم يكفي أنك صارعتني فغلبتني، والآن تريد أن تسابقني في العدو؟ ما أفعل مع سلطان المحبة، سأعود. هيا تعال أرين سرعتك. إذن فأنت ابن عمار الذي يقاسمني وقت زوجي. كان لكما صولات وجولات في شلب، ترى أي صولات؟ وما كان عملك فيها؟ المدبر؟ أرجو أن لا يكون خروجك مع الأمير في إشبيليا لبعض تلك الجولات. الأمير أدرى بحاجاته وأنا على شرطه، وفي النفس متسع. وفي النفس متسع، لذلك كان رأيك في يوم النهر أن يجعلني كأحدى جولاته، فإذا انقضت حاجته صار إلى زهرة أخرى. نطقت عن مذهب الرجال، فكيف بأمرائهم؟ يأمرون فيطاعون، والدنيا كلها بستان لهم، وتلك الجولات هي التي أفضت بجارية الرميك إلى هذا القصر، حتى صارت السيدة المطاعة. كما أفضت بالشاعر المغمور والفتى المطمور إلى صحبة الأمير وتدبير أموره. إذن فإن بيننا نسبا يا أم الربيع. ليس بالنسب الذي أعتز به. لم تغلبني بسرعتك، إنما عثرت. أعلم، شأن من شؤونك.